سنبدأ من هنا مسيرتنا نحو لجنة الانتخابات الرئاسية الاقتصادية والمصرية من هذا المكان، حيث رأينا تعانق يد القسيس والشيخ، تعانق يد الأزهر والكنيسة من أجل وحدة هذا الوطن، من أجل استقلال ثاني وجديد، من أجل حرية وكرامة، من أجل الانتصار لمبادئ الثورة المصرية، من أجل حقوق شهدائنا، من أجل كل ما كنا نحلم به ولم يتحقق حتى الآن. لهذه الأسباب نبدأ مسيرتنا في انتخابات رئاسية جديدة من أجل التغيير، من أجل الإصلاح، من أجل مصر جديدة. اليوم نعلن أننا سنخوض انتخابات رئاسية للمرة الثانية. اليوم نعلن أن الحق مهما طال انتظاره وأن الظلم مهما طال احتماله لابد أن ينتهي، ولابد أن تشرق شمس الحرية.